التوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة فتح شهية العديد من الناشطين في مجال الطاقة، هو ما تلتمسه وأنت تتجول في صالون الكهرباء والطاقة المتجددة في طبعته الثانية، واقع تدعم بالعديد من التحديات. توجه ركز عليه العارضون في صالون هذا الصالون، صالون يجمع كل تولي لي زوبيراتور، كل الشركات، شركات ناشئه، شركات كبيره مصغره، لي سون دو ريشيرش، مراكز البحث، يعني كل من هو يعني متخصص في الطاقات هو حاضر في هذا الصالون، في هذا المعرض. يعني هناك ايضا محاضرات تنطلق من 9 الى 11 مارس، وهناك ايضا اطلقنا هذا العام تحدي، هو تحدي الابتكار لكل الطلبه الحاملين مشروعات في ميدان الطاقات.